دكتور ايمن عيش مدير معهد المحاصيل السكريه، اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا استاذ عز. يتجدد اللقاء مع حضرتك علشان نتعرف اكتر عن المشروع القومي لزراعه القصب بالشتلات. ده مشروع طبعا فيه اهتمام كبير من القياده السياسيه والمشروع ده مشروع مهم، هيزود الانتاج، هيرجع للمزارع بالنفع. احنا وصلنا فين؟ احنا دلوقتي طبعا زي ما كنت قلت حضرتك في لقاءات سابقه، احنا بصدد انشاء محطتين، اولى المحطات لانتاج شتلات قصب السكر المعتمده. المحطات ديت الاثنين موجودين في محافظه اسوان، المحطه الاولى موجوده في كومومبو والمحطه الثانيه موجوده في ادفو منطقه وادي الصعيده في ادفو. احنا بدانا الشغل فيها دكتور، احنا بادئين الشغل في الاثنين. احنا دلوقتي في صدد الانتهاء من تسليم المحطه الاولى اللي هي في كومومبو، وبصدد التشغيل التجريبي للمعدات والماكينات والحاجات ديت، يعني في انت عارف الرتوش الاخرانيه بتاعه التسليم يعني. تمام. محطه وادي الصعيده طبعا هي لسه ما زالت تحت الانشاء، تقريبا الانشاءات اللي هي الانفراستراكشر او البنيه التحتيه بتاعتها تقريبا كلها خلصت مع المباني وكده، ناقص تجهيزات الصواب والمعدات وكذا، ودي طبعا اتاخرت بسبب الظروف العالميه اللي احنا عايشينها دلوقتي والاستيراد واسعار الدولار والحاجات دي كلها، ولكنها طبعا حاجات يعني بيتغلب عليها في الاخر يعني. تمام. طبعا المحطتين مختلفين في الانتاجيه بتاعتهم، المحطه الصغيره شويه اللي هي تعتبر محطه كومومبو ديت الطاقه الانتاجيه بتاعتها 15 مليون شتله في الموسم، وهنا كلمه الموسم اللي هي الثلاث شهور بتوع زراعه قصب السكر اللي هو موسم زراعه قصب السكر. المحطه الثانيه في كومومبو ديت الطاقه الانتاجيه بتاعتها تقريبا 100 مليون شتله في الموسم برضو. بالاثنين دول احنا نقدر نغطي مساحات القصب اللي موجوده في محافظه اسوان. طبعا زي ما قلت لحضرتك ان الموضوع طبعا بتاع محطات شتل قصب السكر يعني خد الحمد لله يعني، وده فضل كبير من عند ربنا، رعاية من أعلى قيادة سياسية في مصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معالي الوزير السيد القصير اللي كلهم، ومعالي دولة رئيس مجلس الوزراء، كلهم اجتمعوا على ان احنا عايزين نحقق الحلم ده، وعايزين نطلع بطفرة في الانتاج بتاعة السكر او في قصب السكر في مصر، اللي هتعود بالنفع على محورين اساسيين مهمين جدا. المحور الاساسي او الاول اللي هو دخل المزارع، لان احنا بنرفع دلوقتي المشروع دوت غرضه رفع الانتاجيه الراسيه لوحده المساحه. رفع الانتاجيه الراسيه لوحده المساحه يعني معنى كده ان انا بزود انتاج الفدان، وزياده انتاج الفدان يعني فلوس اكتر هتخش للمزارع، واللي هيترتب عليها المستوى الاجتماعي بتاع المزارع وبتاع المجتمع اللي عايش فيه المزارع بالظبط. القصه الثانيه اللي هي بقى الجنب ده هي ان احنا بهذه الطريقة نستطيع ان احنا ننتقل من زراعة قصب السكر بالطرق التقليدية، مش عايز اقول البدائية لان فيها حاجات كتيرة بدائية عندنا دي في مصر. دي دكتور اصناف الشتلات، اصناف صح؟ ولا الشتلات واحد؟ الشتلات دي طريقة الزراعة. انا بقى زرعت صنف ايه في الشتلات ديت دي قصة راجعة لينا احنا في التنسيق مع مصانع السكر وخريطة التوزيع اللي هم عايزين يوزعوه، لان اللي بتحكم في الموضوع ده مصانع السكر مش الوزارة. احنا بننتج الاصناف وبنعرضها على مصانع السكر، ومصانع السكر بنبتدي نعمل معاها برامج لنشر هذه الاصناف بناء على خطتها، واخد بحرك، لان هي الجهة المتعاقدة مع المزارع. النهاردة دكتور المزارع متعود على زراعة صنف معين، احنا هنوصل له زراعة القصب بالشتلات ازاي؟ هل في دورات توعية؟ طبعا احنا بخصوص طريقة الزراعة بالشتل، احنا الموضوع ده مش حديث ان احنا بنتكلم فيه النهاردة او من سنة، لا ده الموضوع ده احنا بنتكلم فيه كمعهد محاصيل سكرية من 2010، واخد بحرك، كان ايامها كنا احنا عاملين الموضوع ده بشكل يعني بسيط ومبسط جدا، بحيث ان احنا ننشر ثقافة الشتل مع المزارع، ونقنعه ان القصب له طريقة اخرى في الزراعة بتعود بالنفع اكتر من الطريقة التقليدية اللي احنا بنستخدمها. طبعا حضرتك عارف وانت يعني من اهل عروس مصر وصعيد مصر كلها، ان القصب بيتزرع عندنا في مصر بنظام العود.
خطوط بتعمل في الارض، بتجاب التقاوي، بيترمي القصب في بيتقشر وبتنقل وبيترمي في الـ في الـ في الـ في القنوات ديت، وبعدين بيتردم عليه وبعدين بنبتدي نرويه. طب انا بستهلك قد ايه في زراعه الفدان؟ بستهلك في زراعه الفدان من 6 ل 8 طن للفدان، وفي مزارعين زودوا عن كده كمان. طيب النتيجه اللي بتطلع لي ايه؟ النتيجه اللي بتطلع لي ان دايما ما بلاقيش في انتظام في الانبات اللي موجود في الحقل. بلاقي مناطق اللي احنا بنسميها في الصعيد البور، اللي بتبقى مناطق واسعه بين النباتات، وبنلاقي مناطق تانية النباتات متزحمه فيها قوي. وده حصل بسبب ايه؟ حصل بسبب ان احنا لما زرعنا بالعود لنا ولا انت عارفين مين البرعم اللي هينبت ومين البرعم اللي مش هينبت، لان العود محطوط في التربه، والتربه طبعا بكل الدواخل اللي فيها او بكل مكوناتها الضاره والنافعه لها تاثير، في تفاعل بيحصل، فاحنا ما احناش ضامنين مين اللي هيعمل. وبالتالي كان بيطلع عندنا ده اللي كان بيأثر لنا على حاجتين مهمين جدا بيأثروا على الانتاجيه الرئيسيه. الحاجه الاولانيه اللي احنا بنسميها الكثافه النباتيه، وهي عدد النباتات اللي موجوده في وحده المساحه. يعني المفروض ان الفدان ده عامل زي المصنع، في وحدات انتاج ليها عدد امثل علشان احصل بيها على اعلى انتاجيه ممكنه. احنا طبعا ما بنقدرش نعمل ده، بدليل ان انا وانت لو انت عندنا فدانين جيران مع بعض، وانت زرعت 6 طن قصب وانا زرعت 6 طن قصب جايبينهم من نفس الحته، وبعدين جينا عدينا النباتات اللي في حقلك وعدينا النباتات اللي في حقلي، مش هنلاقيهم زي بعض. ليه؟ لان في تفاوت موجود احنا ما نقدرش نحكمه. فالكثافة النباتية ديت كانت بتبقى مش مظبوطة، والتوزيع النباتي. زائد ان احنا كنا بنزرع على مسافات كام؟ بنزرع على مسافات بين الخطوط من 80 ل 90 سنتي، ودي كانت بتبقى مسافات ضيقة، وده اللي كان بيخلينا نقول ان القصب بعد 5 شهور ولا 6 شهور ما ينفعش تخش، ما تعرفش تخش القصب لانه بيبقى ايه؟ قفل، بنقول قفل على بعضيه. فدوت كان بيعيق حاجات كتيرة جدا، طبعا بالنسبة لخدمة المحصول وبالنسبة للرعاية بتاعته. ان انت مثلا لو طلع عندك حشايش كتيرة هتعزقها ازاي في العمر ده؟ ما تقدرش تعمل معاها حاجة. تمام. وده كله كان ليه تأثيرات سلبية على الانتاجية الرأسية للفدان. طبعا احنا وصلنا لمرحلة ان احنا الانتاجية الفدانية في مصر 32 طن تقريبا للفدان، ده اللي هو بالطريقة العادية. تمام. والمتوسط على فكرة 32 طن بالقياس على المتوسطات العالمية، واخد بحرها، يعتبر مش وحش. يعني يعتبر ان هو العالمية شغالة كده، بس بالطرق التقليدية طبعا، بس هم عندهم الموضوع ده مش مؤثر عليهم قوي، لان تكاليف الانتاج بتاعتهم في القصب اقل مني بكتير. ليه؟ لأنه هو بيروي بالمطر، ما بيصرفش فلوس خالص على الري ولا على الحاجات دي، وبالتالي في عنده تكاليف إنتاج إيه؟ مش موجودة زي اللي موجودة عندنا. فجينا انتقلنا لموضوع الشكل. موضوع الشكل كل الناس فكرت فيه، مش إحنا مش مخترعين، وده هو اتجاه كان موجود عالمي بحثي، إن إحنا لو عملنا خدنا البراعم بس اللي هي اللي موجودة في العود وحطناها تحت الظروف المثلى وتحت ظروف الرعاية الصحيحة، سواء من الأمراض والأفات وكذا وكذا، ونبتناها، لقينا إن إحنا لو أنا زرعت طن، الطن دوت فيه حوالي 10,000 برعم بالعود، وزرعت خدت 10,000 برعم دول وزرعتهم أنا عملت لهم قطع، يعني قطعتهم وزرعتهم في ظروف مثلى، بصيت لقيت إن أنا نسبة الإنبات هنا ممكن تعدي 90%، ونسبة الإنبات هنا بتبقى حوالي 40-50%. يعني معنى ذلك ان انا كميات قصب كنت برميها في الارض ما بستفدش منها حاجة، لانها براعم ماتت وما نبتتش. فخدنا الحكاية ديت وقلنا طيب احنا لو نمينا النبات في ظروف المثلى ديت في صوبات مختلفة وكذا وكذا، وبقى النبات عندي عمره 2 شهر ونقلته للحقل، هيحصل ايه؟ بصينا لقينا ان النبات بيتفاعل تفاعل ايجابي جدا نحو هذه الطريقة، وبينجح زراعته بهذه الطريقة. زائد ان احنا لقينا كمان ان التفريع بتاع القصب اللي بتزرع بالشكل اكتر من التفريع اللي بيحصل من القصب اللي بيحصل في الزراعة التقليدية، وده ظاهرة فسيولوجية بتحصل موجودة في محاصيل كتيرة احنا عارفينها، زي الطماطم مثلا. يعني الطماطم انت لو زرعتها بالبذرة في الارض هتطلع لك شجرة ضعيفة. تمام دكتور. احنا دلوقتي لو هنتكلم عن انتاجية مصر من السكر، عندنا مساحات قد ايه من القصب، عندنا مساحات قد ايه من البنجر؟ احنا في مصر عموما المحصولين بيتكاملوا مع بعضهم. قصب السكر وهو المحصول القديم دوت المساحة الكلية بتاعته على مستوى الجمهورية تقريبا 340,000 فدان. 340,000 فدان دول مش كلهم بيتعمل منهم صناعة السكر،
اللي بتعمل منهم صناعه السكر هم 250 الف فدان فقط. تمام. الباقي ده بيستخدم في المعاصر بتاعت العسل، انتاج العسل او الاستخدام الطازج اللي احنا بنستخدمه في كل محافظات مصر، عصير القصب والحاجات اللي زي كده. تمام. فال 250 الف فدان دول بينتجوا لنا تقريبا 850 الف طن سكر. تمام. يجي على الناحيه الثانيه البنجر دوت بيتزرع منه دلوقتي تقريبا 640 650 الف فدان، طبعا بتتراوح من سنه لسنه، وبيطلع لنا تقريبا 1.7 من عشرة او 1.8 من عشرة مليون طن سكر. فالاثنين على بعض يبقى احنا كده طلعنا تقريبا 2 مليون و8 من عشرة طن سكر، فبقت الفجوه عندنا في حدود ال 200 الف طن سكر. احنا استهلكنا 3 مليون كذا. احنا استهلكنا 3 مليون و200، وكل سنه بيزيد استهلاكنا تقريبا بمعدل 50 الف طن. يعني الفجوه مثلا نقول 200 الف طن الفجوه، من 200 ل 300 الف. طب ايه اللي خلى السكر يعلى كده في السوق يعني سعره؟ لا طبعا اي صناعه في الدنيا الزيادة في السعر بتاعها بتبقى بسبب المدخلات بتاعت الصناعة وبسبب الأسعار العالمية اللي موجودة في الصناعة. فاحنا لما بنيجي نقول ارتفاع الأسعار بتاعت القصب، هنلاقي ان في ارتفاع أسعار في الأسمدة، في ارتفاع أسعار في الوقود، في ارتفاع أسعار في الكهرباء، في ارتفاع أسعار في المحروقات، في ارتفاع أسعار في الخدمة، العامل اللي كان بياخد 100 بقى ياخد 150، حاجات عوامل كتيرة جدا هي اللي بتحدد سعر المنتج. تمام. يعني ما هياش حاجة كده بتتاخد بشكل تمام. عشوائي يعني. امتى نقول يا دكتور ان النهاردة عندنا تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر؟ تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، الاكتفاء الذاتي هو الانتاج بيساوي الاستهلاك، واخد بحرك ده كده اسمه اكتفاء ذاتي، واخد بحرك الانتاج اكتر من الاستهلاك، يبقى معنى كده ان انا عندي قدرة تصديرية، واخد بحرك الانتاج اقل من الاستهلاك، يبقى معنى كده هوت ان انا عندي فجوة، واخد بحرك. فهي ان انا دلوقتي في الوقت الحالي ان احنا نوصل لل 3 مليون و200 اللي احنا بنستهلكهم دوت، معناه ان انا وصلت للاكتفاء الذاتي، يعني معنى كده ان انا مش محتاج اشتري كيلو سكر من السعر من السوق العالمي. تمام. فيبقى انا اكتفيت ذاتيا، واخد بحرك دوت اللي هو الحد اللي احنا عايزين نوصل له. ولكن هناك ما يسمى بالاكتفاء الذاتي وما يسمى بالامن الاستراتيجي، واخد بحرك الاكتفاء الذاتي زي ما قلت لحضرتك ده بيساوي ده. الامن الاستراتيجي هو ايه؟ هو ان انا ببقى عندي من المنتج ما يوفر لي الامان الاستراتيجي في استخدامه. يعني ايه؟ يعني ان انا مثلا سي ان احنا ما استوردناش سكر، خلاص ال 200 الف طن اللي احنا بنستهلكهم اللي احنا بنستورده دول ما استهلكهمش. طب ما انا عندي ال 2 مليون وشويه طن اللي موجودين، يعني بدل ما انا وانت مثلا نستهلك كيلو في الشهر نستهلك كيلو الا ربع، واخد بال حضرتك؟ هنبص نلاقي نفسنا ايه، بس ما احتاجناش او ما وصلناش لحته اللي هي النقطه الحرجه ان انا ده انا محتاجه ومش لاقيه، واخد بال حضرتك؟ ثقافه الاستهلاك هنا يا دكتور، لو عندنا ثقافه الاستهلاك بالنسبه للسكر النهارده ممكن المساحه دي تغطينا الاكتفاء الذاتي في مصر؟ ده تخلينا نصدر، لان انت عارف حضرتك احنا في مصر احنا لو خدنا كميه السكر اللي احنا بنستهلكها ل 3 مليون و200 وقسمناهم على ال 100 مليون اللي هم الشعب، واخد بحركة، يبقى معنى كده ان احنا بيطلع عندنا كام؟ 32 كيلو لكل فرد، كل فرد في مصر من اول البيبي اللي بيقول واق لسه مولود لحد الراجل اكبر راجل في مصر دوت بياخد 32 طن، 32 كيلو في الشهر في السنه, في السنة. تمام كده؟ طيب الرقم ده رقم كبير جدا، رقم كبير جدا، لان انت المعدلات اللي هي الامنه للفرد لاستهلاك السكر هي في حدود ال 15 كيلو، واخد بحرك؟ ال 15 كيلو، خلينا نقول 20، واخد بحرك؟ يبقى معنى كده ان انا زايد عن الاستهلاك الطبيعي كام؟ زايد عن الاستهلاك الطبيعي 12 كيلو، واخد بحرك؟ لما نضرب ال 12 كيلو دول في ال 100 مليون مواطن، انت متخيل طلع عندي اطنان عامله ازاي؟ يعني معنى كده ان استهلاكي قليل. الغريبه في الموضوع او الشيء اللي يعني جدير بالذكر، يعني تعال نرجع بنفسنا للسبعينات، واخد بالك، للاوائل الثمانينات، تمام كده؟ كان استهلاكنا للسكر كام؟ متوسط استهلاك الفرد للسكر كام؟ كان متوسط استهلاك الفرد للسكر من 17 ل18 كيلو، مع العلم ان احنا كنا عايشين حلو قوي وما عندناش اي مشاكل ولا حد قال ايه احنا السكر مش موجود عندنا. ولكن
الانفتاح اللي حصل في السبعينات واخد بحرك غير النمط الغذائي بتاع المواطنين، فبقى الإقبال على الاستخدام بتاع المواد اللي فيها صناعة السكر بتدخل في صناعتها بقى كبير. يعني كان زمان لما تخش للبقال تلاقي عنده 3-4 انواع شوكولاتة مثلا ولا بسكوت ولا كذا، النهاردة انت بتخش بالتوه واخد بحرك في الأنواع اللي ايه اللي مستهلكة دي كلها، المشروبات الغازية أو العصائر أو كذا، هل استهلاكها كان في الثمانينات زي استهلاكها دلوقتي في 2023؟ طبعا احنا اضعاف اضعاف هذا الاستهلاك. كل ده بيأثر على البركابيتا او اللي هي استهلاك الفرد للسكر في السنة. تمام. وبالتالي اخيرا الدكتور، احنا دلوقتي بالنسبة للمشروعات القومية زي توشكا زي مستقبل مصر، احنا دورنا ايه كمثلا كالتوسع مثلا في مثلا القصب بشتلات، زراعة القصب بشتلات او مساحات زيادة بالنسبة لمحصول البنجر؟ هو طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا الدولة سياستها بتمشي في محورين، المحور الاول هو التوسع الافقي والمحور الثاني هو التوسع الرأسي على جميع المحاصيل. توسع افقي ان احنا دلوقتي البلد يعني بتوجيهات القيادة السياسية تقريبا كده اسمها بتتغربل على كل متر ينفع يتزرع وكل مية نقدر نجيبها، فده دي مشاريع ماشية على طول بحيث ان احنا قاعدين نتكلم نقول مستقبل مصر وفي توشكا في قطع مناطق جديدة وهكذا. نيجي بعد كده على الانتاجية الرأسية، والانتاجية الرأسية ديت اللي هي لو احنا بصنا لها هنلاقيها انها توسع افقي غير مباشر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عندي الفدان بينتج 32 طن تمام؟ وخلي الفدان ينتج قد ال 32 دول مرتين، يعني بقى ينتج 60 طن مثلا، معنى كده ان انا بقى عندي فدانين، يعني ان انا لو حسبتها على ال 32 المتوسط العادي يبقى كاني وسعت الارض بتاعتي عن طريق الانتاجيه الايه الرأسيه اللي كانت موجوده عندي. وبالتالي هو ده الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه، لان احنا عندنا طبعا الحرب التي لن تنتهي وهي حرب الزياده السكانيه واخد بحرك اللي بتستهلك كل ايه الاصلاحات اللي بتحصل، ولكن احنا لازم نضلنا ماشيين في هذا الخط وبالذات التوسع الافقي الراسي في كل المحاصيل، لان التوسع الافقي هيجي وقت عليه ويبقى خلاص احنا كده خلصنا كميه الاراضي اللي ممكن انها تتزرع، وبالتالي التوسع الرأسي ده هو الأساسي في اقتصاديات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المختلفة.